مرحب يا حلوين، اليوم بتأمل أنا وياكم طريقة تحضير البيتزا بدون عجين مع البطاطا. عنا بطاطا أول شي قشرتها وقطعتها وغسلتها بهذا الشكل، أكيد كلكم بتعرفوا تعملوا البطاطا، عشان هيك جهزتها قبل بوقت لأختصركم الفيديو وما طول. بطاطا عنا، تونة، ذرة، بصل، بندورة، فليفلي، ملح، وعنا هون صوص الباستا. فينا نحنا كمان نعملو هيدا الصوص إذا ما عنا إياه أو مش متوفر عنا، من بندورة مع ثوم مع حبق مع بهار، بنحطهم بالبلندر بالخلاط وبنخلطهم مع بعض. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نقلي البطاطا، بس حمي الزيت أكيد بنحط البطاطا. بسم الله. بس استوت البطاطا وصارت بهيدا الشكل، هلا بنشيلها حطها بصينية. رح كفي قل البطاطا. بالوقت اللي عم بقلي فيه البطاطا لنقطع الخضرة أنا وياكم. أول شي الفلايفلي، هذه الوجبة أكيد الأولاد رح يرغبوها كتير. ممكن كمان تعملوا البطاطا مسلوقة تحطوها، ما ضروري مقلية. شو رح أعمل؟ رح أقص المربعات صغيرة أفضل عشان البيتزا ما رح تطول بالفرن، بس تحمير من الأعلى بهذا الشكل أفضل. خلصنا تقطيع الفلايفي، هلا بدنا نعمل البندورة. كمان نفس الشي مربعات صغيرة. هيدي البندورة رح اقطع كمان بعد هيدي الحبة. كمان خلصنا تقطيع البندورة، هلا البصلة. كمان نفس الشيء البصلي، مربعات صغيرة. انتهينا من تقطيع البصلي. صفى
هاد المي اللي بطونا هلا حطها بالجار. ما فينا نصفي الماء اللي بالطونة. هلا فرفتها شوي عشان بس نبدأ على البيتزا تكون موزعة عليها. بننطر لأقل البطاطا. خلص البطاطا ومنكفي مع بعض. هذه البطاطا بعد ما انتهينا من قليا. عندي هون ملعتين طعام زيت. بدي أقلل البصلة. رح قلي بس البصلة عشان البصلة بتاخد أكتر وقت لتستوي. وهولي بحطهم هني وفرش. هلا بنقليها مع بعض. بحط رشة ملح خفيفة. هلا بعد ما قلينا البصل بهيدا الشكل شي خفيف منطفي الغاز. بوزع البصل على البطاطا. اذا لاحظتوا حطيت شي كتير خفيف زيت بالبصل عشان البطاطا موجود فيها زيت مقلية. هلا فيني رش رشة ملح خفيفة. كمان رح حط الصوص. على فكرة البيتزا صراحة بكل أنواعها كتير طيبة. هلا برش الفلايفلي. كمان البندورة. حاول قد ما فيني مي اللي بالبندورة صفيها. حط الذرة كمان. حط الطونة.
حاول قد ما فيني افرطها للطونة على الوجه. فينا نعملها بمرتديلا عن شيفيز خضرة بس. عنا جبنة موزاريلا برش على الوجه. عم حمل الفرن من الأعلى، بس شو بعمل؟ بحطها على نص الفرن، ما بقربها كتير للنار لتستوي الجبنة على مهلها، والبندورة اللي تحت الجبنة والفليفلي يستوي كمان عمهلون. الصوص اللي حطيته بقلب البيتزا فيه بهار وكل شي، بس من الافضل عشان بالطونة رح رش رشة خفيفة بعد بهارات. هذا البهار بيعطيها كتير نكهة رائعة. هلأ بحطها بالفرن. هذه البيتزا بعد ما طلعت من الفرن، لنشوف مع بعض كيف طلعت. واو، هيدا الشكل النهائي. اوبس، هيدا الشكل النهائي. هذه البيتزا اللي عملتها انا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.